تحولاته حتى لا أقول عنيف لكن قوي، لأنه يمكن أن يكون هناك لاعب عنيف في البارسا باستمرار، ممكن أنه يستعمل العنف في بعض الأحيان، ولكن القوة ضرورية بالنسبة لأدريانو اللاعب البرازيلي الأيسر في تشكيلة فريق برشلونة اللي يتلقى البطاقة الصفراء الثانية لعناصر البارسا بعد جيرارد بيكي، مقابل ثلاث بطاقات صفراء لعناصر فريق إشبيليا لكل من جوليان.